السلام عليكم ورحمة الله. معك ولا محمود، والنهاردة هنعمل فراخ تندوري. هنعمل دبابيس الفراخ بتتبيلة التندوري اللي احنا كلنا بنحبها دي، وهنعملها مشوية على الفحم. بس برضو هقولكوا جوه الفيديو ازاي ممكن تعملوا نفس الوصفة بس في الفرن وتطلع معاكم بنتيجة حلوة اوي. انا جربت الاتنين بس ما صورتش اللي في الفرن، صورت بقى المشوية. معانا توابل التندوري دي موجودة عند أي عطار، وملح، جنزبيل فريش، ثوم، ليمون، وزبادي، وزيت زيتون، ودبابيس فراخ. أنا هكتب لكم كل المقادير بالتفصيل الممل في الديسكريبشن، في صندوق الوصف تحت هتلاقوا كل المقادير مكتوبة. دبابيس الفراخ زي ما قلنا في كل الفيديوز بتاعت الفراخ، الفراخ بتتغسل كويس قوي وبعدين تتصفى، وتمسكي دبوس دبوس واحد واحد فيهم كده وتنشفيه كويس بالمنديل. كده خلصنا، خلاص يلا نبدأ بقى. الجنزبيل الفريش قلنا قبل كده طعمه أقوى كتير من الجنزبيل الباودر، بس لو مش متاح خلاص هنستخدم الباودر، مش هنأزم الدنيا. الجنزبيل فيه طريقتين للتقشير، ممكن نستخدم القشارة عادي أو نستخدم المعلقة. الميزة اللي هتديها لنا المعلقة مش هتديها لنا القشارة، إن المعلقة بتشيل أرفع طبقة ممكنة من الجنزبيل. هتلاقوها بتشيل طبقة رفيعة خالص، القشرة اللي بره، لكن لو عملنا بالقشارة زي الفيديو اللي عملناه قبل كده هتلاقوا القشرة خدت جزء كبير من الجنزبيل. طبعا احنا مش هناخد كل الجنزبيل، لان زي ما قلتلكوا الجنزبيل طعمه قوي جدا، فيدوب بنبشر منه حبة صغيرين وهم بيظبطوا التتبيلة كلها. فهبشر حبة من الجنزبيل وهحطهم على جنب. التوم زي ما انتوا شايفين انا حاطة 4 تومات، انا محتاجة برضو ابشر التوم. بعد ما بشرت تومتين لقيت التومة كانت كبيرة جدا، فبعد ما بشرت تومتين قلت يعني حاسة ان هي كفاية، فما كملتش باقي الاربعة. فلو التوم كبير يبقى 2 بس، لو التوم صغير يبقى 4 فصوص صغيرة. كده احنا جاهزين، تعالوا بقى نجيب اي بولة كده نحط فيها الحاجة نقلبها مع بعضها. هنحط الزبادي، ده زبادي يوناني، لو مش متاح يبقى اي زبادي يكون سادة، اهم حاجة ان الزبادي يكون سادة طبعا. وهنحط عليه زيت الزيتون، زيت الزيتون هيدي برضو طعم حلو للتتبيله. مش متاح استخدمي الزيت اللي بتحبي تتبلي بيه، يعني حسب التتبيله بتحبوها بايه، بس طبعا زيت الزيتون في التتبيل بيدي طعم اقوى برضو. وهنحط عليهم بقى الطبق اللي هناك ده، التوم مع الجنزبيل الفريش المبشور مع الملح مع التندوري دي كده، وعليهم عصره الليمون. الليمون نحطها كامله، ليمونة كاملة مش عصرة، هي الليمونة كلها تتحط. هي كده دي التتبيلة الأساسية للتندوري، مش محتاجين نحط لون طعام، مش محتاجين نحط أي حاجة، لأن توابل التندوري دي فيها كل حاجة التندوري محتاجها، ما عدا طبعا الحاجات اللي احنا زودناها دي، هي بتتزود مع التوابل دي، موجودة عند أي عطار سهل قوي نلاقيها. بصوا حتى كل ما بنقلبها أكتر بتلاقوا لونها احمر أكتر وبقى اللون واضح أكتر، فزي ما قلتلكم مش محتاجين نحط لون طعام خالص. لو هتحطوها في الفرن ممكن نعمل في الفراخ بالسكينة اللي هي نشرح الفراخ، او نعمل فيها كذا خرم في كل دبوس علشان تشرب التتبيلة كويس ويبقى شكلها حلو في الفرن. وممكن نشيل الجلد لو في الفرن، ممكن نشيل الجلد، لكن انا عشان هشويها على الفحم فمحتاجة الجلد يفضل موجود. وبرضو اللي بيحب يخلي الجلد في الفرخة لما يسويها في الفرن خلوها، هي كلها في الآخر أذواق. هنقعد نقلب بقى الفراخ في التتبيلة لحد ما نتأكد ان كل دبوس اتغطى كويس جدا بالتتبيلة، وبالذات لو متخرمة عشان الفرن نتأكد كويس ان التتبيلة دي دخلت جوه كل خرم. بعدين هنغطيها ببلاستيك راب او ستريتش او ايا كان اسمه، هنغطيها بيه ونسيبها في التلاجة من نص ساعة لساعة. الأفضل ان احنا نسيب الفراخ تشرب التتبيلة في التلاجة من نص ساعة لساعة. لو هنسويها في الفرن هنعمل ايه؟ هقولكم لما سويتها في الفرن. انا جبت نفس الصينية البايركس دي وعملت ايه، مليتها مية لحد الخط اللي انا بشاور عليه ده، مليت لحد هنا كده مية، وبعدين حطيت فيها شرايح ليمون في المية، شرايح ليمون، ممكن كمان نضيف شرايح جنزبيل لو في جنزبيل فريش، يبقى شرايح ليمون وشرايح جنزبيل فريش في المية، ونحط فوقيها اي شبكة عندك، اي شبكة ممكن تكون تنفع تخش الفرن، وهنرص عليها الفراخ وندخلها حوالي نص ساعة او 35 دقيقة مثلا للفرن. احنا لقينا الشمس بقى طلعت، وطبعا ده حدث تاريخي، فقررت ان احنا نشويها في الشمس برا.
لو انتوا فاكرين نفس المكان ده كنت عامله لكم منه الفيديو بتاع الايس كريم، هحط لكم اللينك في اخر الفيديو. فيعني ده بقى المنظر اللي هو بتاع التلج اللي عملنا فيه الايس كريم طول السنه. فلما يطلع الشمس كده طبعا لازم نستغل الفرصه ونشوي، لان اي لحوم طبعا مشويه على الفحم بتدي طعم مختلف تماما للحاجه. في طرق كتيره ان انتوا تستخدموا الفحم داخل البيت، بس هنا مش متاح نهائي، لان اي دخنه هنا بتقلب الدنيا. اي دخان طالع من الفرن او البوتاجاز جوه البيت يعني حرفيا بيقلب الدنيا. فالحمد لله على شوية الشمس اللي طلعوا، وهنشوي على الشواية في الشمس. وكمان في مصر شفت ناس كتيرة بتعمل نفس الشواية بالفحم، كل حاجة في البلكونة أو في السطوح. يعني أفكار كتيرة قوي جميلة ممكن نستخدمها يعني كتغيير. بعد ما لونها اتغير من الناحية التانية هنقلبها عشان نتأكد ان كل الجوانب استوت، ونتأكد انها من جوه كمان استوت. لو في الفرن بقى نحتاج برضو نقلبها، بس في الفرن قلبتها مرة واحدة، مش محتاجين نقلبها كذا مرة زي ما بنقلب على الفحم. في الفرن قلبتها مرة واحدة بعد حوالي 20 أو 25 دقيقة، كانت خلاص ابتدت تستوي من برة. عرفت ازاي؟ ان هي كانت لونها الاحمر الفاتح بتاعها غمق شوية وعملت قشرة ناشفة من برة. ممكن نعمل اختبار السكينة، اللي هو نحط السكينة جوه الدبوس، لو ما طلعتش مكان الفتحة اللي عملناها بالسكينة، لو ما طلعتش مية لونها احمر فاتح او بينك فاتح كده، يبقى هي استوت. ودي الحمد لله كانت استوت، واحنا دقنا كتير منها واحنا بنشفي عشان ريحتها كانت تحفة على الفحم بصراحة. فلو متاح ان احنا نشويها على الفحم حاولوا تشويها على الفحم، طعمها حلو قوي على الفحم. بس كده وطلعت سهلة وسريعة وبسيطة قوي، ومش محتاجة اي مجهود ولا مكونات مش موجودة عندنا، كلها حاجات سهلة وبسيطة وعجبتهم جدا الحمد لله. لو عجبتكم انتوا كمان ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وترن اون نوتيفيكيشنز، وهتلاقوا اللينك بتاع الفيسبوك والانستغرام والتيك توك في الديسكريبشن، ما تنسوش تعملوا فولو.